السلام عليكم. النهاردة هعمل حاجة بسيطة 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 بسيطة. هنعمل كفتة الفراخ المكرملة. الكفتة دي بجد فظيعة، سواء لحمة أو فراخ. النهاردة أنا هعملها بالفراخ، صدور أو وراك المتاح عندنا نستخدمه. ممكن نشيل الفراخ خالص ونحط بدلها لحمة مفرومة، بس بجد في كلتا الأحوال حلوة جدا 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 جدا. بيتاكل معاها رز، بيتاكل بالعيش كده، حلوة وكده حلوة، وطريقتها حلوة قوي قوي قوي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف المقادير ونشوف الطريقة. طبعا انت ممكن تجيبي الفراخ تفرميها بره عند الجزار، يفرمك الفراخ عادي جدا، ممكن تفرميها في الكبة عندك. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف المقادير والطريقة مع بعض، بس بجد جربوها جربوها جربوها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة انا عندي صدور وفيهم حتت وراك. انا كنت كل ما اجيب كيلو مثلا صدور ولا حاجه اروح شايله منه صدرين على جنب واحوشهم في الفريزر لحد ما جمعتهم كام كيس كده على بعض وفكيتهم كام صدر على كام ورك اهم. دول حوالي كيلو او كيلو او اقل من كيلو بحاجه بسيطه. عندي 5 بصلات كبار اهم، عندي ملح ومعلقه سكر كبيره، وعندي ملح هيبقى فلفل اسود وشويه بهارات، وهناخد ماده دهنيه زيت او سمنه او زبده بس انا نسيت احطها. تمام. اول حاجه هفرم الفراخ ونقطع البصل مع بعض. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. فرمي الفراخ ناعم قوي، ممكن تقطعه صغير وتعمليها بالمخرطة لو ما عندكيش الكبة. اهي انا بقطعها عشان تسهل عليا. نفرم بقى كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم يا بركة بسم الله. بدأت تنعم اهي. هفرم معاها نص بصلايه، نص بس هفرمه معاها، نص بصلايه واحد اهو بسم الله، والباقي هنعمله معاها في الاخر اللي هو بتاع الصوص بتاعها اهو. افرم بقى كويس بسم الله. بصوا حبايبي بقت ناعمه ازاي اهي. دي اللحمه مع البصل، الكفته الفراخ اهي مع البصل. تمام. هكمل بقى الفرم كله وارجع لكم بعد ما اخلص كله. بسم الله. فرمت كده الفراخ كلها اهي بسم الله. ادي الملح، بسم الله، شوية فلفل، حبة فلفل حلوين كده. تمام. نحط شوية بهارات كمان بسم الله ما نكترش. نسيت بس اقول لكم في معلقتين دقيق، مش عارفه انا ماليه ناسيه البهارات النهارده والمقادير كده ليه. بسم الله. نعجنها بقى كويس قوي اهو، تتعجن كويس جدا كده كده. لو الملح بتاعها قليل ولا حاجه لما نيجي نعمل الصوص بتاعها هنظبط الملح بتاعه. نقول بسم الله. نعملها كور كده ونعفرها في الدقيق تعفيره بسيطه كده اهو. نركب بسم الله اهو، نعمل كده ونلم كله في الاخر اهو. ممكن طبعا نعمل بدل اللحم الفراخ دي لحمه، اهي سهله جدا وبسيطه وحلوه قوي. طريقه الكفته دي اتعلمتها من مامه واحده صاحبتي من حوالي 7 سنين كده، كنت عندهم في مره فكانوا عاملينها، بس كانوا عاملينها باللحمه فانا عملتها بالفراخ وعجبتني. خلص بقى كله بنفس الطريقه وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. خلص كله ولمهم
واشر البصل نقول بسم الله. خلصت كده الكفته، البصل اتقطع بالنص وكده تاخدها كده تمام كده اهي، مفيش اسهل من كده اهي، وهي طبعا بتفصل لوحدها اهي، شايفين اهي. شفتوا سهله ازاي بنقطع البصله من النص وكده اهي، بس بقى كده خلاص. اخلص بقى كده واقطع البصل ده كله ايه، ونروح على البوتاجاز عشان نشتغل على البوتاجاز. يلا ايه، بجد الكفته دي حلوه جدا يا جماعه، وبترمي معانا كتير، وطريقتها سهله جدا جدا جدا، وامر لا تعجبكم. شويه زيت في الطاسه سخنه اهو، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وانزل بالكفته بتاعتي. انا عايزه احمرها كويس قوي، تبقى متحمره كويس. شوية كده دور، ودول اخدهم دور تاني، اسيبها تتحمر لحد ما تاخد لون بني كده، عشان اللون البني ده هو اللي هيعمل لي الصوص بتاعها. نركز يا جماعة تمام. بصوا حبايبي اللون بتاعها اهو، هلونها من كل الاتجاهات كده. بصوا سهلة قوي وبسيطة جدا. حمرها بقى كلها بنفس اللون ده، شايفين اللون عامل ازاي؟ ما فكتش وزي الفل معانا اهو. سهلة قوي. خلص بقى كله واشيلهم، وهحط شوية تانيين وارجع لكم بعد ما اخلص واحمرها كلها. يعني هنعمل جنبها شوية رز ابيض، انا بعمل الرز الابيض في الحلة التانية اهو تمام. طبعا مش محتاجين اقولكم ايه اللي عملت معاكم كذا مرة. خلاص كده يا حبايبي كلها اتحمرت، اطلعها بقى مع التانيين. دي الطاسة التانية اهي، بسم الله. عشان في نفس الزيت ده هنشوح البصل مع السكر تمام. هنا اروح حط البصل بسم الله اهو كله. معلقه سكر بس اهي تمام، هيسيبه بقى لحد البصل ما يحمر ويتشوح كده ويدي لون الكراميل تمام، مش هنضيف له حاجه خالص اهو. هسيبه بقى يتحمر براحته كده. كميه الكفته كلها اهي، دقت واحده منها حلوه قوي. هسيبه بقى يتحمر براحته، ارجع لكم بعد ما يتحمر. بصوا حبايبي اللون ده حلو قوي كده، انا مش هغم اكتر من كده عشان ما يمررش. واول طبعا ما احط الميه عشان الطاسه ما تروحش على كفته، هتلاقي ده كله احمر كده وبقى لونه بني، هو ده اللون اللي انا عايزاه. اسيبها بقى حوالي كوبايتين ميه اهي، لونها حلو قوي كده. بصوا طبعا الكاميرا بتاع التليفون مفتحاه، الكاميرا دي بتظلمنا والله، تظلم كل اليوتيوبر اللي بيصوروا بالتليفون. قول بسم الله.
بصوا بقى، بصوا اللون لما تغلي كمان غلوه بقى، هتلاقي لونه بقى غامق عن كده. بصوا نسيبه بقى يغلي غلوه كمان. اول ما يغلي طبعا هنروح بقى مظبطين الملح والفلفل بتاعها، وساقطين فيها الكفته. طبعا الكفته مطرحها دقيق، فالصوص ده هيتقل. بسم الله نظبط بقى توابلنا، ملح فلفل بهارات، وحتى بهارات في الكفته مش هحط تاني فيها. بص بقى لما يغلي طلعت كل الصوص اللي كان لازق في الطاسه من تحت. بصوا حلو قوي. حط بقى ملح. بسم الله، بس ما نقطعش، راح حتى احط تاني. حلو قوي كده. بس اول ما غليت بقى كده، بصوا حلو قوي كده. روح حط الكفته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة على النبي. اسيبهم بقى ايه، ياخدوا ويدوا بشكل ودي مع بعض عشان الصوص يتقل مطرح الدقيق اللي في الكفته. حلو قوي كده، حلوه جدا. انا بقى عشان اكسر اللون ده اخلط عليها قرن فلفل اخضر دلوقتي كده على الوش وخلاص. ده عشان اكسر اللون، لكن هو اصلا ملوش عايزه. تمام اهو، بصوا الصوص بتاعها هيتقل دلوقتي. هبقى اجيب قرن فلفل اخضر واكسر بيه اللون ده. بس كده. بصوا ما شاء الله ريحتها حلوه جدا. وهنكسر بقى اللون. بسم الله. عايزه اقول لكم يا جماعه ريحتها حلوه جدا جدا جدا، وطعمها فظيع. تنفع في العزايم والاولاد هيحبوها، وحلوه جدا. شايفين؟ بس كده اهو. الصلاه على النبي. بصوا بقى الصوص بدا يتقل ازاي اهو، شايفين مطرح الدقيق اللي في الكفته. الصلاه على النبي. نسيبها 5 دقايق كمان، يبقى كده الكفته معانا ايه، استوت وزي الفل. بس كده. اللهم صل على النبي. بس حبايبي انا كده خلصت. مش قادره اقولكوا بقى على جمال ريحتها، وطعمها حلو جدا جدا جدا. بصوا الصوص طلع ازاي اهو. يلا بقى نغلي في طبق عشان جعانه جوع. نقول بسم الله. بسم الله. ممكن طبعا تعمل جنبها مكرونة مسلوقة تبقى حلوة برضو. بصوا ريحتها تجنن يا جماعه. مش هقدر اقول لكم بقى، مش هتكلم كتير والله، مش هتكلم كتير. يعني تحفه تحفه فنيه. ناخد واحده من الطاسه عشان دي نصورها نحطها على انستجرام. بصوا يا جماعه، بصوا جمال لونها. بصوا جمال اللون ريحتها بقى ولا طعمها. بسم الله. بصوا من جوه فظيعه. نجربها بقى ايه، ندوق ونغرف وناكل. لا جربوها يا جماعه بجد، جربوها هتعجبكم بامر الله بامر الله بامر الله. لو مش عايزين فراخ ممكن تحطوا لحمه. اتمنى تجربوها وتعجبكم. اشوفكم ان شاء الله على خير في وصفه جديده. السلام عليكم.